السلام عليكم مشاهدينا الكرام في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج لقطات وزوايا. الناس اللي بتقول إنها مكتئبة هي بالفعل كده ولا ده بقى لفظ منتشر بيقولوه من غير تشخيص علمي سليم؟ أسئلة كتير بتدور حول موضوع يهم كتير من الناس لأسباب كتيرة، ولأن في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا عاملين سيرش سنة 2018 أثبتوا فيه إن 60% من اللي بيدخلوا العناية المركزة للقلب عندهم توهم مرضي وأعراض جسمانية ناتجة عن الآلام النفسية. مش بس كده، لا ده كمان اثبتوا ان 40% من اللي بيترددوا على عيادات القلب مرضى نفسيين. ايه حكايه المرض النفسي؟ وهل فيروس كورونا سبب في انتشار الخوف والاكتئاب والحزن؟ وهل في انشطه فعاله يمكن ان تقضي على الاكتئاب والخوف؟ اسئله كتيره هنطرحها مع الدكتور احمد الروبي، اخصائي نفسي واكلينيكي بمركز المسيري للطب النفسي والادمان، باحث ودكتوراه في الصحه النفسيه. اهلا بك دكتور احمد، منورنا في لقطات وزوايا. اهلا وسهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. دكتور، في بقى كلام كتير، تلاقي واحد يقول لك انا كئيب، انا حزين، انا الوقت مش بيعدي معايا خالص، انا يا نام كتير يا ما نامش خالص، الدنيا كلها وحشه، الدنيا كلها سودة في وشي، يا بيضه يا سودة، ما فيش يعني ايه، حياته كلها مش متظبطه. اكيد ده طبعا اكتئاب. خليني يعني اوضح حاجه في البدايه. اتفضل. يعني ايه اكتئاب؟ تمام. وايه الفرق ما بين الاكتئاب وما بين يعني ايه الحزن او الالام اللي الناس بتمر بيها؟ تمام. اولا الاكتئاب هي من اشد الامراض النفسيه، زي الامراض العضويه، زي الضغط، زي السكر. تمام. طيب امتى نقدر نحدد ان نقول ان ده اكتئاب؟ تمام. الاكتئاب بيتم تشخيصه طبيا تحت اشراف طبيب نفسيه عصبيه وتحت اشراف اخصائي نفسي. طيب هل احنا محتاجين نروح لاخصائي نفسي او طبيب نفسي عشان نعرف ان احنا عندنا اكتئاب؟ ده بقى بيفرق من حاله لحاله، وبيفرق على حسب شده المرض وشده الايه؟ شده الاعراض. طيب واحده واحده. الاكتئاب بيتمثل في صور ايه؟ اولا في عرضين مهمين جدا نقدر نقول ان الشخص لو عنده العرضين دول لمده اسبوعين فالشخص ده بيعاني من اكتئاب. اول حاجه منهم وهو عدم الاستمتاع بالحياه، انا مش مستمتع بالحياه، مش مستمتع بالانشطه اللي كنت بعملها. كنت بحب العب كوره، كنت بحب اقابل اصحابي، كنت بحب اكتب، كنت بحب اقرا. الانشطه دي كانت بتبقى بالنسبه لي مميزه ومحببه جدا، ما بقتش اعمل الحاجات دي. او حتى لما اجي اعملها انا ما بحسش ان انا ايه مبسوط وانا بعملها. ده اول عرض وده مهم جدا. تمام. العرض الثاني الحزن معظم الوقت. وهنا الحزن بيبقى معاه طول اليوم. ليه علاقه بالاكتئاب؟ طبعا ده الحزن ده اهم عرض من اعراض الاكتئاب. يعني ما فيش فرق ما بينهم؟ لا هو في فرق. يعني الناس ممكن يجي لها ايه؟ الكلام اللي حضرتك قلته ده، الكلام اللي يوم متضايق مش ممكن يكون حزن؟ او مخنوق. ما انا جاي لك اهو. يوم اثنين ثلاثه بنبدا نقول ان الحاجات دي لو اتكررت لمده اسبوعين مع اعراض ثانيه لا الشخص ده عنده اكتئاب. وهوضح لحضرتك وبرضه للمشاهدين علشان الرؤيه تبقى واضحه. هنا أنا بتكلم في أول حاجة عدم الاستمتاع بالأنشطة اللي كنت بقوم بيها. اتنين الحزن معظم الوقت. وهنا برضو هقول حاجة مؤشر الناس تخلي بالها منه، إن أنا مريض الاكتئاب أول ما بيقوم من النوم مزاجه بيبقى سيء جدا، يبدأ يتعدل على آخر اليوم لحد قبل ما يجي ينام. لا آخر اليوم، آخر النهار. تمام. ماشي. تمام. يبدأ مزاجه إيه يتعدل. واحيانا في بعض الحالات اللي هو اكتئاب شديد ما بيتعدلش لاخر اليوم ولا قبل ما ينام ولا بعد ما ينام، هو الحزن وحاله الكآبه دي ملازمته للوقت. طيب يبقى ده اول عرضين مهمين جدا لمده 14 يوم فاكثر موجودين يبقى ده اكتئاب. معاهم بقى اضطرابات نوم، ما بعرفش انام كويس او بنام كتير جدا او بنام نوم متقطع. دي من الحاجات الايه المهمه. احنا بنتكلم بشكل عام علشان المشاهد يبقى واخد باله ايه الحاجات دي لو موجوده والاعراض دي موجوده بنبدا، وهو مش عارف يساعد نفسه او اللي حواليه مش عارفين يساعدوه ضروري يبدا يطلب المساعده النفسيه. ليه بقى؟ علشان الاكتئاب ما بيتعالجش الا تحت اشراف طبي وتحت اشراف. طب يعمل ايه يا دكتور لو الحالات دي موجوده؟ يروح لدكتور نفسي على طول ولا يعني هو لو إزاي؟ هو ليه؟ لو ليه ده موجود كده تمام الاعراض دي موجوده عنده؟ اول خطوه بقى خليني اقول لك على حاجه. اول خطوه هو هيحاول مع نفسه، حاول ان هو يغير يومه ويغير نشاطه، هو مش قادر واللي حواليه برضه بيضغطوا عليه يقولوا انت بتهزر، انت كئيب طول الوقت، انت بعيد عن ربنا، انت بعيد عن ربنا، قوم صلي،
طب امسك المصحف اقرا. حلو، العباده والطاعه من الحاجات الفعاله جدا والمهمه. بس مريض الاكتئاب، وده برضو بقول لكل المشاهدين، الاكتئاب زيه زي الامراض العضويه، وهو ليه شق عضوي بسبب اختلال بعض الهرمونات اللي في الدماغ والنواقل العصبيه. تعمل دي اللي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن المزاج. زي السيروتونين، السيروتونين اول ما بيقل يبدا المزاج يقل، يبدا المزاج يتعكر، يقول لك انا مخنوق، انا متضايق، انا حاسس ان انا مسجون، انا حاسس ان انا مش قادر اعمل حاجه. طيب والده، والدته، اخوه، اخته، صاحبه يحاول يساعده، هو مش قادر، يقول له حرفيا انا مش عارف اعمل حاجه، انا مش قادر اعمل حاجه. ما بيمثلش. فاحنا طول ما احنا بنقول له غير جو، قرب من ربنا، اعمل كل الكلام ده، روح لشيخ، روح للسيس، روح غير جو، اعمل كل الكلام ده، مش هيكون فعال معاه. وخلي بالك يعني من الاعراض المهمه جدا اللي لو الاكتئاب زاد، وده اخطر عرض، واللي هو العرض الفتاك، الانتحار او محاولات الانتحار. الاكتئاب يوصل للانتحار طبعا من اخطر الاعراض في الاكتئاب هو الانتحار. طيب لو وصل للمرحله دي، هيحاول مره واتنين وممكن يقرر، واخطر مرحله بقى ان هو ينفذ. طب نفذ وخلاص، انتحر. انتحر بسبب ايه؟ بسبب ان هو عنده اكتئاب. واحيانا الاكتئاب ده، او في معظم الحالات، لما بيتحول لاكتئاب ذهاني هو اللي بيخلي الناس تنتحر. طب يعني ايه اكتئاب ذهاني؟ يعني خلاص ما بقاش واعي ومستبصر هو عنده ايه، فيقدم على الانتحار. ده بسبب ايه يا استاذ احمد؟ بسبب ان هو ما خدش خطوات فعليه وعمليه في علاج الاكتئاب. صلى وحافظ على صلاته وقرأ قرآن، ده ممكن يظبط مزاجه بعض الوقت. لكن احنا بنتكلم، انت محتاج دواء يظبط مزاجك، انت محتاج اخصائي نفسي يحط لك خطة علاجية، يبدأ يعيد هيكلة حياتك من الأول، يحط لك بقى أنشطة، يحط لك، يغير أفكارك، يعدل يومك وده لازم يكون قرار من العميل نفسه أو من المريض نفسه. اللي حواليه. طيب يعني الناس اللي حواليه ممكن يقعد معاهم، ممكن يضحك، او ممكن ما يضحكش خالص، وممكن يهزر، ويعني اللي حواليه، الناس بقى اللي حواليه ده تقدر تساعده في حاجة؟ يعني ممكن هما موجودين معاه، ممكن ما يكونش ايه الحالة المزاجية بتاعته تتظبط شوية زي ما حضرتك قلت من شوية. حلو سؤالك ده. هل اللي حواليه مريض الاكتئاب يقدروا يساعدوه؟ بالفعل يقدروا يساعدوه. ازاي يا بس دكتور؟ خلي بال حضرتك، لو قلنا الشق الاولاني اللي هو انا قعدت ادي له في نصايح وادي له في اوامر وادي له في نواهي، وهو مش ما مش انا هيجيب نتيجة. مكتئب، انا بالفعل اصلا النواقل العصبيه عندي والهرمونات وجسمي متغير، يعني كيمياء المخ متغيره، فانا مش بمثل يا جماعه، يعني مريض الاكتئاب ما بيمثلش. طيب الناس دي يعني، وانا بقول رساله لكل المشاهدين، انت دلوقتي عندك مريض اكتئاب في البيت او صديقك او زميل في العمل، اولا يعني يفضل بلاش تهزر معاه في مرضه، او تقول له انت بقيت كئيب وبقيت خنيق وبقيت ترزل وبقيت تنح الكلام ده بيأثر بالسلب. الكلام ده مش بيأثر طبعا. ليه؟ ليه بقى؟ لان برضو من الحاجات اللي بتخلي، او من الحاجات اللي بتظهر مع مريض الاكتئاب، ان هو بيبقى حساس جدا تجاه الامور. انت شفته النهارده وما سلمتش عليه زي ما بتسلم عليه كل مره، يقول لك انا مش مهم، انا ملياش قيمه، اصلا انا فاشل، اصلا انا مش كفء. ياخد كل المواقف اللي هو بقى اللي بنسميها كده البرسبشن بتاعه او الادراك، بيبقى ضعيف، بيبقى مش ضعيف، بيبقى مختل بيبقى ادراكه. شايف كل حاجه وحشه حواليه يا دكتور. الله ينور عليك، ما فيش اي حاجه هتساعدني. ومن الحاجات برضو هنا المهمه، وهبدا اقول لك الناس تساعده ازاي، ان هو عنده يا ابيض يا اسود، يعمل كل حاجه او ما ما اعملش اعملش اي اي حاجه. حاجه، ينجح واجيب 100% واجيب امتياز، يا اما مش هدخل الامتحانات، يا اما علاقتي بالناس كلها هتبقى حلوه ورائعه، يا اما انا مش هتعامل مع اي حد. يعمل كل حاجه في يومي يا ما اعملش اي حاجه، بنسميه كده يعني بلاك اور وايت، يا ابيض يا اسود، او اول اور نان. ودي من التشوهات المعرفيه اللي بتلازم مريض الاكتئاب. هرجع للنقطه اللي انت اتكلمت فيها، اساعد اللي حواليه مريض الاكتئاب ازاي، انا كواحد مش متخصص اساعده ازاي؟ تمام. زي ما بيقول لك كده، انا مش هتريق عليه، هتعاطف معاه، هتقبل مرضه وهتقبل ضعفه، هحاول بقى هنا اساعده ان هو ايه، يعني عن طريق تغيير افكاره. انا النهارده جات لي فكره ان انا فاشل في شغلي، طب تعالى نقول لك لا انت يعني حققت
واحد نجاحات في كذا وكذا وترقيت وبتشتغل في مكان محترم جدا وحققت شجعه حاجات كتيره وخدت واديله بار. كورسز كتيره. بس مش هقول له لا، مين مش ههاجمه، مش هقول له لا يا عم فاشل ايه انت، لا مش هيقتنع. الهجوم ده هيخليه ينفر من الشخص ده، يقفل منه، ما يسمعلوش، مش هيسمع لي. ما انا انت تخيل كده، لو انت تعبان وبتمر بصعوبه او بمشاكل، وواحد بيقول لك يا عم هو ده انت مستدعي ان انت تحزن، انت هترد عليه تقول له ايه؟ لا طبعا. اصل وبرضه هنا ما انكرش عليه الحزن، الحزن دي مشاعر انسانيه لازم الكل يمر بيها، كله بيمر بيها ولازم فعلا. تاخد وقتها. ودي يعني حاجه لازم اوضحها للناس، ان لما يحصل معاك مشكله او يحصل معاك فقد او يحصل معاك خساره، ادي لوقتك ادي لنفسك وقت تحزن فيه. يعني مش بايدي انا ان انا انهي الوقت ده، يعني انا دلوقتي في وقت مثلا في مشكله حصلت معايا، ممكن الفتره تطول اكون انا مخنوق ومتضايق وزعلان، في ناس تيجي تقول لك ما خلاص بقى يا عم، اللي عدى عدى وخلاص وابدا من جديد ومش عارف ايه وتعامل وكده. صحيح، لا غلط، لا انا هدي هدي لنفسي، لكل حاجه هدي وقتها. لنفسي وقت ان انا احزن، هدي لنفسي وقت ان انا اعبر عن مشاعري دي. بس في نقطة، لو ده طول معايا يعني اكتر من اللازم، لا هنبقى محتاج بقى هنا اقف مع نفسي كده واشوف ايه اللي ممكن اعمله. في ناس لما بيحصل له حزن او يحصل له فقد او يحصل له خسارة بيتجاهل او بيدي ظهره للمواقف دي، يعني مثلا خسارة مال او فقد شغله، وده طبعا حصل في فترة الكورونا، كتير في فعلا، ناس كتيرة اتأثرت ماليا، في ناس اتأثرت اجتماعيا، في ناس اتأثرت بفقد كانت فترة اقرب عصيبة فعلا. الناس ليها سواء والد والدة اخ اخت زوج زوجة، فالناس مرت بصعوبات رهيبة. وعلى فكرة يعني الامراض النفسية والاضطرابات النفسية زادت جدا في الفترة بتاع الكورونا، لان خلفت حاجات كتيره ان حتى ولسه اثرها موجود موضوع لحد فقرتنا دلوقتي. حتى اكتئاب ما بعد الكورونا فعلا، تمام. ناس كتير بتعاني طبعا قعدة البيت والظروف اللي البلد كلها مرت بيها. اثرت على ناس كتيره. وهنا بقى احنا بنتكلم في حاجه، بنكمل موضوع المساعده. انا اساعده ازاي؟ ان انا اتقبل، ان انا يعني احاول اساعده، احاول اقول له كلمه كويسه، احاول اخد بايده، ده يكون بشكل مساعده. اخر حاجه هعملها في المساعده او اخر حاجه انا بقولها، هي تمام. ممكن تكون اول حاجه، ان هو طالما ده ما جابش نتيجه معاه او ما تحسنش، ضروري 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 وباكد عليها، ان هو يذهب لاختصاصي نفسي، اخصائي نفسي، ويذهب لطبيب نفسيه وعصبيه. وطبعا هنا انت يعني في حاجه شائعه عند الناس، ان هو انا طالما اروح عند دكتور نفسيه وعصبيه يبقى انا مجنون. مجنون دي خلاص حقيقة والله، دي. يعني كل اللي بيجي لنا، بيجي لنا ناس مستوى ذكاء عالي جدا، وبيجي لنا ناس في مناصب عالية جدا، وبيجي لنا كتير كتير، هل دي مجانين؟ لا هو طبعا أبدا. طبعا. يعني أستاذي اللي اتعلمت منه العلاج النفسي، ربنا يبارك في عمره، أستاذنا الدكتور محمد نجيب الصبوة، دايما يقول لنا ويعلمنا إن طلب المساعدة قوة. أنا لما أطلب مساعدة من مختص مش أو ضعف من مني، واحد صاحبي أو من حد قريبي، دي قوة صحيح. مش ضعف. ان انا عندي وعي واروح لاختصاصي او اروح لطبيب اقول له انا بعاني من كذا كذا وساعدني، ده قمة القوة وقمة الكفاءة. انا كفء، انا بعمل كده علشان اتعافى من الوضع اللي انا فيه ده والفقد بالطرق الصحيحة. والمشكلة، ان انا اكون احسن علشان ازود انتاجيتي وازود انجازي وازود دراستي وازود شغلي واحس بالسعاده، اللي هو كل الفلاسفه وكل العلماء اتكلموا فيها، ان غرض الناس ومبتغاها في الحياه ان انا ابقى مبسوط، ان انا ابقى طبعا سعيد. اللي هو مريض الاكتئاب اصلا ما بيحسش بده خالص، ما يحسش بطعم السعادة خالص. ابعد ما يكون عن السعاده. لا ده هو يومه من بدايه ما يصحى لحد ما ينام معاناه شديدة، يعني شديدة الألم، شديدة المعاناة، شديدة الحزن. فيعني مفيش كلام يعبر عنها، عبروا عنها في الشعر الجاهلي، عبروا عنها في القصص، عبروا عنها في الرواية. يعني مثلا شكسبير الرواية بتاع هاملت كلها عن مأساة، كلها عن الاكتئاب. ولذلك حتى شكسبير من الكلام الرائع اللي بيقوله ونستدل بيه يعني كده تفضل سريعا، تفضل. إن الحزن عندما لا يتم تفريغه بشكل سليم يهمس إلى القلب فيكسره.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحزن لما بيطلع اما ما بيطلعش بشكل بشكل سليم صحيح. تمام. بيروح للقلب ويأثر عليه، والدراسات العلمية أثبتت كده، بل ويدمره إن الاكتئاب الكتاب. أشد فتكا بالجسم، لأن بيروح على الجسم ويبدأ يأثر فيه. حضرتك قلت ده بإيه بقى؟ بيؤدي للاكتئاب بحاجة اسمها للانتحار. psychosomatic disorders، اضطرابات نفس جسمية. تبدأ منين دي يا أستاذ أحمد؟ من شعر الرأس، تؤثر على الجسم كاملا لحد الرجلين، تأثر على القلب، تأثر على الرئتين، تأثر على البنكرياس، تأثر على الدماغ، تأثر على الخلايا العصبية، تأثر على الجلد، تجيب توتر، تجيب شد في الأعصاب، تجيب ألم في القولون، تجيب ألم في المعدة، تأثر على كل الجسم. ووصلوا في بعض الدراسات إن السرطان ليه أسباب نفسية. يا ليه؟ الله. بسبب المناعة بتضعف، فيبدأ الجسم يبقى عرضة لأي مرض اي نفسي، حاجه أي مرض يخترقه. نفسي. وحضرتك قلت برضو في البدايه عشان نبقى حابين نعرف المشاهدين برضو، ان مده اسبوعين اعراض الحالتين اللي اتكلمت عنهم اسبوعين حضرتك، وطالع. اسبوعين لحد قد ايه اقصى يعني اقصى لا حد؟ ملهاش حد، لا هو ما حد احنا عشان ادنى. نروح لو مختص نفسي، لو ما فيش يعني تحسن في الحاله حلو، النفسيه. اشكرك على سؤالك ده. تمام. هو هنا تسلم. الوقت مش لوحده. هو انا ممكن اكون الموضوع ده بقيله معايا اسبوعين، 3 اسابيع، شهر، بس انا اتعطلت. يعني ايه اتعطلت؟ احنا بقى بنقول هنا انا ليا ادوار في الحياه، وابرزها مثلا احنا هنخلينا نقسمها علشان برضو تكون شديده الوضوح للمشاهدين. عندنا 3 أدوار في حياتنا، أو 3 وظائف. رقم 1، دوري أو علاقتي بنفسي، اللي احنا قلنا عليها الأول. أنا شايف نفسي إن أنا فاشل، أنا شايف نفسي إن أنا مش كفء، أنا شايف إن أنا ضعيف، أنا شايف إن أنا ملياش لازمة، الناس مش بتقدرني، الناس مش بتهتم بيا، أنا whatever بقى، بعيد عن نظرة الناس ليا. نظرة سلبية رهيبة لنفسي. لنفسي. 2، دي طبعا دي اختلت. أنت ما أنتش فاشل. هو على فكرة هو مش فاشل ولا ضعيف ولا مش كفء، بس طالما هو نظرته هو لنفسه، لنفسه ان هو مش كفء. مهما الناس تقول عليه كويس هو والله خلاص لو هو. قالوا له ايه، هو مش خلاص، انا مقتنع ان انا مش كفء، ومش مقتنع الا بده اللي هو في دماغه، لان ادراكه اختل. 2، علاقاتي مع الناس بدأت تتأثر. انا بحب اشوف الاستاذ احمد، وانا والله احبك في الله، تسلم يا دكتور، ربنا خلاص يبارك ما بقتش احب وقدرك. اشوفه، او القعده اللي بنقعدها مع بعض خلاص ما بقتش ممتعه بالنسبه لي. لو انا بمارس نشاط رياضي خلاص النشاط ده، خلينا نرجع للعلاقات الاجتماعيه، ما بقتش ايه احب اقعد مع الناس، ما بقتش احب اروح الاماكن اللي فيها اصحابي، ما بقتش احب الافراح او ان انا اروح اقضي اي واجب فيه بشر، انا ما بحبش العلاقات مع الناس. او علاقتي بقى اللي هو العلاقات القريبه قوي، العلاقه بالوالد بالوالده بالام بالاب بالزوج بالزوجه بالاولاد، اتاثرت، انا مش عايز اتعامل مع حد. يبدأ بقى ينطوي. 3، ودي مهمة جدا وبتظهر مع الناس قوي، أنا لو طالب أبدأ دراستي بقى تتأثر، يبدأ بقى يحصل إيه، يدبلر، ما يدخلش الامتحانات، ده تحصيلي كده حياته يقل، كلها وقفت. تركيزه يقل. طب لو أنا بشتغل، حياتي بقى الشغل واقف. المهنية بدأت تتأثر، ومش تتأثر مش شرط بنسبة 100%، ممكن تتأثر إن أنا بدأت أتغيب عن شغلي، ممكن المهام اللي كانت مطلوبة مني أنا ما بقتش أعرف أديها بالشكل زي الأول، وأنا فايق وأنا رايق وأنا بعرف أتنطط وأروح ومزاجي أحسن وما عنديش اكتئاب. 3 حاجات دول لو حاجة اتعطلت منهم، وعلى أيوه حسب درجة التعطيل تمام. أبدأ أروح لحد. معنا مداخلة تليفونية، نكمل ماشي. كلامنا. أم يوسف من القاهرة. ألو. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا أم يوسف سؤالك. سؤالي والله، أنا من 3 سنين كده، أنا تمام من 3 سنين تمام زوجي اتأثر، وكان بيقعد مع نفسه كتير كتير كتير، ومش عاوز يشوف حد، بيقعد فترة طويلة تمام وبيعمل حاجات اللي هي يعني إيه، بيعمل غيرة، ممكن يكسر حاجة، تحط الحاجة مش في مكانها، تمام ممكن مش مكانها. يعني من الفترة الأخيرة اللي هو من قيمة 2 يومين دول، رحت عند والدتي، وجيت لقيت مبهدل الشقة كلها، مكسر أوضة النوم، مكسر الإزاز، حاطط الحاجات في المطبخ مش في مكانها، شايل السجاجيد كلها. أسأله ده من إيه، بيقول لي ده منك أنت، أنت اللي عملتي الحاجات دي، وسيبي كل حاجة زي ما هي. لما أنا كده بتسأليه حضرتك اتفرجت. بيقول لك ايه؟ وصل. نعم؟ لما بتسأليه عملت كده ليه بيقول ايه؟ بيقول انت اللي عملتي كده، انت اللي عامله الحاجه دي، يعني انت تمام مش عارفه، انت اللي عملتي الحاجه دي. تمام
عند حضرتك اي اسئله يا دكتور؟ لا لا ماشي. شكرا يا يوسف. شكرا. اسمع الاجابه من دكتور احمد. الحاله دي لازم وده ضروري بس ده وفي اقرب وقت يعني التوجه الى طبيب نفسيه عصبيه او الافضل توجه لمستشفى نفسي سواء مستشفى من المستشفيات الحكوميه او مستشفى العباسيه طالما هم هنا في القاهره للصحه النفسيه، مستشفى حلوان، اي مستشفى حكوميه تابعه للامانه العامه للصحه النفسيه. ما وهي تستناش. لا ده لازم. بس يا دكتور هو بيقول لها ده مش انا ده انت، هو ما فيش وعي. ما هو هنا لا هنا بقى احنا دخلنا في حته تانية ماشي. الجزء او مستشفى خاصه، مستشفى نفسيه خاصه، وطبعا كتير على حسب الامكانيات وعلى حسب الوضع وعلى حسب امور كتيره. ده ضروري يتوجه. ما يستنوش. لا طبعا تمام. وهي يعني هي سمعانة لازم تطلب بقى المساعدة من اخواتها من اخواته من الاهل. لكن لو حد اي حد حواليه يقدر يتعامل معاه. لا هنا بقى التعامل ده صعب. امراض ذهنية لازم يروح لحد بدون نقاش وبدون كلام. تمام. طب عشان وربنا سبحانه وتعالى يتم الشفاعه على خير. اللهم امين يا رب. اللهم امين. عايزين بقى نعرف احنا اتكلمنا عن الاكتئاب واعراضه والناس اللي حوالينا تقدر تساعد ازاي المكتئب، اسباب الاكتئاب ايه من البدايه؟ تمام. الاكتئاب ليه اسباب كتيره. قد تكون اسباب وراثيه ان الشخص ده حد في الاسره سواء من اتجاه الام او الاب عنده اكتئاب او عنده مرض نفسي، فبيكون اكثر عرضه واكثر استعدادا للمرض النفسي. فهي الامراض النفسيه فيها جزء وراثي؟ اه فيها جزء وراثي. فده اول سبب من الاسباب. اتنين، في اسباب بتكون بنسميها اسباب جينيه خاصه بالجسم. في ناس بيبقى عندها استعداد ان هي تصاب بالمرض النفسي طبقا لتكوين البيولوجي وتكوين دماغه وهرموناته بيكون اكثر استعدادا للمرض النفسي. في ثلاثه بقى بنسميها اسباب بيئيه او اسباب اجتماعيه. حد بقى اتعرض لخسارة، حد اتعرض لتنشئة سيئة، كان بيضربوه وهو صغير وبيتبهدل، كانوا بيشتموه، كانوا دايما يقللوا منه، كان مثلا بيتلخبط في الكلام فيتريقوا عليه، هو شكله مثلا في حاجة زي الناس ما بيتريقوا على بعض الأطفال، لا ده أسود، لا ده قصير، لا ده تخين، لا ده مش عارف إيه. وبرضه دي رسالة للناس، رجاء يعني ما تتريقش على حد لا كبير ولا صغير، وخاصة لما بيعملوا كده مع الأطفال دي بتأثر عليهم بشكل رهيب. فيعني رجاء نكون رفقاء بنفسنا وابن الناس وما نتريقش عليهم. في أسباب زي ما بقول لك كده بيئية، التعرض لخسارة، التنشئة الاجتماعية السيئة، في أسباب كتيرة للاكتئاب. تمام يا دكتور. في عجلة سريعة بقى عشان وقت فقرتنا، عايزين خطوات كده عملية سريعة. يعني معانا دقيقتين. طيب في خلال الدقيقتين دول يعني إيه نقدر نعمله علشان نتخلص من الاكتئاب او عشان نخلي حياتنا احسن ومزاجنا افضل؟ تمام. اولها ان احنا نغير طريقه تفكيرنا. طب هي طريقه التفكير دي بتختل؟ قلنا احنا في الحلقه ان هي بتختل. فهبدا ارصد افكاري وابدا امسك فكره كده واعمل لها عمليه تفنيد واشوف الفكره دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. لو الفكره دي وهميه هبدا اعدلها. لو الفكره دي حقيقيه هبدا اتعلم ازاي احل المشاكل اللي عندي. ما يمكن انا عندي مشكله حقيقيه ان انا مثلا ما عنديش مهاره التعامل، ما بعرفش اتعامل مع الناس، ودي من الحاجات القويه جدا عند مرضى الاكتئاب. انا ما عنديش علاقات اجتماعيه فعاله، ما عنديش مهارات، ما بعرفش ابدا حوار، ما بعرفش اتكلم كويس، ما بعرفش انهي علاقه، بيتم استغلالي. فابدا هنا اتعلم المهارات دي. خلاص انا كده بدات ايه اسد الفجوه بتاع العلاقات والمهارات الفعاله. دي نقطه مهمه قوي. فتغيير طريقه التفكير بس ده كاسلوب حياه. الاكتئاب اتكون في وقت مش قليل، فاحنا محتاجين وقت يعني حبه حلوين كده، ممكن يبقى 3 شهور 4 شهور سنه، كاسلوب حياه بقى. كل موقف يجي لي اغير ادراكي فيه، اغير نظرتي، النظارات اللي انا لابسها دي النظاره السوداء ما بشوفش الاحداث الا بشكل اسود، ابدا اغير واحده واحده. طيب دي نقطة، أول نقطة الطريق تغيير طريقة التفكير، وإن أنا ألقط الأفكار السلبية وأعمل لها رصد، أزرع بقى أفكار إيجابية. طب هو الكلام ده ينفع على أرض الواقع؟ آه والله ينفع، وبندرب الناس على الكلام ده. رقم اتنين، أعمل حاجة اسمها الأنشطة السارة. يعني إيه الأنشطة السارة؟ أبدأ النهاردة أشوف إيه الحاجات
اللي كنت بحب اعملها زمان وكانت بتبسطني وكانت بتسعدني سواء زمان او ممكن اعملها دلوقتي. طب هي دي ممكن تظبط مع مريض الاكتئاب؟ اه تظبط جدا. هو يبدا يحدد انشطه لوحده وانشطه اجتماعيه، وليكن ايه النشاط اللي لوحدي ممكن اكون ايه بحب اعمله، ممكن اكون بحب مثلا السباحه، ممكن اكون انا بحبها. الله ينور عليك، ممكن ان انا بحب ايه اكتب ابدا اكتب، ممكن اكون بحب مثلا احضر كورس معين ابدا احضر، ممكن اكون بحب انزل اتمشى على الكورنيش في ارض زراعيه وهكذا. يبقى دي انشطه فرديه، انشطه اجتماعيه ان انا اخرج مع ناس، اروح رحله. ده ممكن يبقى صعب عليه في الاول، بس احنا بنقول له ابدا حط نفسك في الوضع ده علشان يبدا يتكرر بشكل مستمر، فيبدا يفرز الدماغ بقى الدوبامين والسيروتونين فيخلي مزاجك احسن. لان طول ما انت قاعد وطول ما انت ثابت وقاعد في اوضتك ومضلم الدنيا وماسك تليفونك، عمر الاكتئاب ما هيروح. خليني اقول لك على حاجه، احنا معانا وقت ولا لا؟ ماشي. اخر حاجه هنا ماشي. الخطوات دي عملتها دي او غيرها تمام. وممكن اقرا كتب وممكن اعمل حاجات كتيره وممكن ادخل على اليوتيوب اسمع حاجات وممكن استشير حد، كل ده حصل تمام وانا ما تعافتش يعني ما بقتش زي الاول ومزاجي ما اتعدلش ولسه عندي الاكتئاب. دي انا هقولها بقى كتير، قلتها كتير بالفعل. هنا بقى لازم اروح لمختص حفاظا على ايه؟ حفاظا على نفسي، علشان اعيش حياه او ابني حياه تستحق ان تعاش. شكرا دكتور احمد، بشكر حضرتك جدا، فقره جميله جدا والله مع حضرتك، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانيه كتير. شرف لي، اهلا. شكرا دكتور احمد. في نهايه فقرتنا نتمنى من الله ان يبعد عنا شر الاكتئاب والخوف والقلق والاحزان جميعا، وان يرزقنا السعاده دائما ان شاء الله. شرفت بوجودك دكتور احمد. شرف لي، اشكرك، شكرا على الاستضافه. تسلم يا دكتور. وفي النهايه ما فيش سعاده دائمه ولا حزن بائي، كلها مراحل، كلها فواصل لمراحل جديده بنمر بيها، فابتسم لاجملها وتجاهل اتعسها. اشوفكم على خير وان شاء الله انتظرونا في بعد الفاصل الفقرة الثانية مع زميلتي سارة. فاصل ونواصل.